في عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في مدينة نابلس، استغرقت هذه العملية العسكرية قرابة 5 ساعات ونصف بعد محاصرة إحدى البنايات السكنية في المنطقة. هذا ما خلفته العملية العسكرية توافد المواطنون إلى المنطقة لمعاينة الأضرار، المباني، المحال التجارية بعد إطباق وحدات خاصة إسرائيلية الحصار. خلال العملية سمع اشتباكات وإطلاق نار استمر لعدة ساعات بالإضافة إلى أصوات الانفجارات. عاد حجم كبير من الدمار الذي يعينه المواطنون الفلسطينيون في المنطقة في أعقاب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأنه تعامل مع نحو 80 إصابة بالمنطقة، منها 6 إصابات بالرصاص الحي. لاحقا أعلن عن استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما بعد إصابته بالرصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن. يواصل الشبان تفقد المنازل المجاورة للمنطقة في أعقاب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة ومحاولة الوصول للمنازل لتفقدها إذا ما كان هنالك عدد من المصابين. هذه الصور المباشرة للحظات معينة المنطقة، تضررت عدد كبير من المنازل النوافذ في المنطقة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذا المكان، حيث لا يزال غير معلوم الحصيلة لعدد المعتقلين ومن استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. فوارغ الرصاص وتضرر النوافذ يبدو واضحا هنا على مدخل هذه البناية التي حاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أيضا هنا على المنطقة أثر للدماء. هذه كان الهلال الأحمر الفلسطيني وصل إلى المنطقة وأثار لبعض الدماء لا زالت بالمكان. لا يعلم إذا كانت لمصابين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو لجنود الاحتلال الإسرائيلي، سيما وأن مجموعة عرين الأسود قالت في بيان لها بأنها استدرجت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمكنت من تفجير عبوة ناسفة. هذا مدخل البناية وهي صيدلية تعرضت لدمار كبير بفعل الجيبات العسكرية الإسرائيلية، حيث الدمار داخل هذه الصيدلية بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم الاعتداء على المحال التجارية وكذلك على عدد كبير من المركبات. هذه صورة الوضع المتوترة في مناطق الضفة الغربية، بالتأكيد هي ترجمة فعلية لاجتماع الكابينيت الإسرائيلي الذي أوصى بتوسيع رقعة العمليات لربما في مناطق القدس لاقت صداها هنا في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا بمدينة نابلس. تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق فاتورة حساب كبيرة في مدينة نابلس. لربما الإشارة هنا باتجاه منفذي عملية شافي شمرون أواخر العام الماضي. خالد بدير، قناة الغد، نابلس.